يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن اول ابلكيشن بالنسبه للجويت، اللي هي جويت هالو وورلد. لو جينا بدانا عندنا هنا بايكليبس، ممكن نكريت الابلكيشن. بس قبل ما نكريت الابلكيشن، خلينا نشوف شكل السوفت وير عندنا على الهارد ديسك. المره اللي فاتت كنا عملنا كرييت للدايركتري اسمه ايكليبس، عملنا عليه دبل كليك، وبعدين بعد كده انذر دايركتري جواه اسمه بلجنز، لو عملنا عليه دبل كليك هنلاقي هنا ان في الدايركتري بتاع اب انجن. لو عملنا دبل كليك هنلاقي ده السوفت وير بتاع الاب انجن. وبعدين رجعنا مره ثانيه للدايركتري اللي هو بلجنز، هنلاقي انذر دايركتري كولد جويت اللي هو 2.5. هنا دبل كليك على الدايركتري ده هنلاقي الجويت سوفت وير، ممكن ندبل كليك عليها. في بعد كده دايركتري مهمه قوي جوه الجويت اسمه سامبلز، لو عملنا دبل كليك هنلاقي في مجموعه من السامبلز. من المهم قوي الدايركتري اللي هو شوكيس، لان ده اللي احنا هنستخدمه في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله بالنسبه للامثله اللي هنحاول نعملها اللي هو شوكيس. نرجع تاني هنا عندنا للايكليبس، فنلاقي عندنا هنا في جوجل ايكون ظهر عندنا بعد ما عملنا انستول لكل البلجنز. لو عملنا عليه كليك في هنلاقي في اوبشن جوه اسمه نيو ويب ابلكيشن بروجكت. لو عملنا سيلكت الاوبشن ده، وبعدين بعد كده هنا هنلاقي في بروجكت نيم، فممكن نقول هالو وورلد، وبعدين بعد كده الباكج ممكن نقول ان هي كوم دوت اتش واي فور اكاديمي. وبعدين كل الاوبشن بعد كده ناخد الديفولت اوبشن بالنسبه لللوكيشن، وبالنسبه للجويت اس دي كي، وبالنسبه للاب انجن، وبعدين بعد كده نسلكت فينش. هنلاقي عندنا هنا النيو بروجكت اللي اسمه هالو وورلد از بين كرييتد فور اس. فطبعا الكونتنت بتاعته هنتكلم عليها في الفيديو المره اللي جايه ان شاء الله، لكن هنا اهم حاجه عندنا ان احنا نتاكد ان هو شغال. فممكن نعمل رايت كليك، وبعدين بعد كده نسلكت ران از، وبعدين هنا نسلكت الويب ابلكيشن، فهيبتدي يستارت عندنا. فنلاقي ان في السيرفر دلوقتي حصل له ستارت، فممكن نعمل دبل كليك على الجزء ده. لو عندك مثلا الديفولت ويب براوزر بتاعك اللي هو كروم، فهو دلوقتي هيبتدي عشان يرن الابلكيشن دي في ديفلوبمنت مود، لازم يكون في بلجنز اللي هو الجويت بلجن نازل عندنا، يعني حصل له انستول على الكروم. فده اللي احنا هنعمله دلوقتي، اللي احنا نسلكت الجزء ده. فهو هيبتدي يسالنا بعد كده هل فعلا احنا عايزين ننزل او انستول السوفت وير ده عندنا على الكروم. فممكن نقول اد تو كروم، وبعدين بعد كده نقول اد. فهو فعلا كده خلاص السكسسفول انستليشن بالنسبه للجويت. لو رجعنا مره تانية وعملنا دبل كليك هنا، ففعلا دلوقتي هو الويب ابلكيشن ستارت بروجكت، ودي اللي بتعمله اللي هي يعني زي ما نشوف دلوقتي بتطلع زي بليس اللي احنا اللي هي تكست بوكس، ممكن نحط فيها الاسم بتاعنا. مثلا ممكن احط هاني هيكل، وبعدين اقول مثلا سند. فاللي بيحصل ان هي بتروح للباك اند وترجع لينا مره تانية، وبتكتب عندنا هالو سيرفر، يعني هو بعت الاسم ده للسيرفر، والسيرفر بيريبلاي بمسج اللي اسمها هالو هاني هيكل. فده معناته ان الهالو وورد اللي هي فيرست ابلكيشن اوريدي سكسسفولي، يعني حصل لها ديبلويمنت والتيست بتاعها. طبعا يعني ده معناته ان الجويت والاب انجن شغال عندنا بشكل مظبوط، بعد يعني تاكدنا ان كل الانستليشن اللي احنا عملناه في الفيديوهات اللي فاتت دلوقتي سكسسفولي امبلمنتد. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.